اهلا بيكم في حلقة جديدة من كلام صح. النهاردة بنتكلم عن لين العظام، من الموضوعات فعلا مهمة جدا لين العظام عند الاطفال، وهنتكلم عن الموضوع بشكل اكثر تفصيلا، وهنتكلم كمان عن العلاقة ما بين لين العظام ونسبة الكالسيوم، وايه الفرق ما بين لين العظام ومرض تقوس العظام. موضوع مهم جدا هنتكلم فيه مع الدكتور عبد الشافي احمد حسيب، استاذ الروماتيزم والمفاصل بكلية الطب جامعة الازهر. دكتور عبد الشافي مرحب بحضرتك. اهلا وسهلا بك. دكتور عبد الشافي، يعني موضوع لين العظام من الموضوعات فعلا مهمة جدا، وخاصة بتصيب طبعا الأطفال، ومرض تقوس العظام برضو من الموضوعات اللي بتصيب الأطفال. عاوزين نعرف الاتنين يا فندم ونفرق ما بينهم عند الأطفال، وإزاي الأم تكتشف ده. هو موضوع تقوس العظام عند الأطفال مرتبط ارتباط وثيق، هو اللي بنقول عليه العرض اللي بيظهر نتيجة ليونة العظام. يعني هو المشكلة بتبقى أساسا عبارة عن ليونة في العظام، وبعدين بتيجي نتيجة هذه الليونة بيحدث ما يسمى بالتقوس. تمام. هو اسمه في الأطفال، يعني كان ليه اسم زمان، هو الاسم العلمي ليونة العظام أو لين العظام، وكان بيطلق عليه في بعض الأحيان الكساح. تمام. كساح نظرا لأن برضو الطفل بيبقى حدث التقوس في الساقين. تمام. طب دكتور، يعني عاوزين برضو نوضح ايه الاسباب اللي بتخلي يحصل لين في العظام عند الاطفال. الليونة العظام عند الاطفال لها عدة اسباب. يعني اولا الاسباب متعلقة بالام واسباب متعلقة بالطفل. تمام. الموضوع بيبتدي وهي الام في حالة الحمل. الام في حالة الحمل بتبقى في بعض الاخطاء نظرا لعدم تناولها كميات كافية من المواد الغذائية التي تحتوي على الكالسيوم الكافي. تمام. او عدم تناولها للكالسيوم بصفة عامة. فبنلاقي بعض الامهات مثلا على سبيل المثال تقول اصلا انا ما بحبش اشرب اللبن. اصلا يعني هنا في مشكلة كبيرة، لان الطفل داخل بطن امه بيتكون الهيكل العظمي والعظام بتاعت الطفل من الام. فبالتالي عدم تناول الام للكميات الكافية من الكالسيوم ده بيعني ان الطفل بالتالي مش هياخد كمية كافية، فبالتالي هيبقى عظمه في حالة نقص من الكالسيوم. ده الكلام ده والطفل في بطن امه. تمام. ادي اول مشكلة. المشكلة التانية بعد ولادة الطفل بتبقى في مشكلة تانية، ان التغذية بقى الطفل حاجة من الاتنين، يا اما بيتغذى من امه اللي هو الرضاعة الطبيعية، يا بيتغذى بمصادر خارجية. لو كان هذا الطفل في مراحل السنة الأولى أو الثانية أو اللي هي مرحلة الرضاعة بيتناول اللبن من ثدي أمه، فبالتالي خطأ كبير جدا إن الأم برضو لا تتناول الكميات الكافية من الكالسيوم أو من المواد الغذائية التي تحتوي على كميات الكافية من الكالسيوم، فبالتالي مصدر الطفل في التغذية من ثدي أمه بقى فيه هنا نقص في الكالسيوم. تمام. يبقى إذن هنا الأم في مرحلة الحمل وفي مرحلة الرضاعة مسؤولة عن هذا المشكلة أو مشكلة لين العظام. في بقى مشكلة التالتة اللي هي فرضنا من الطفل إن هو بياخد تغذية خارجية. الطفل بياخد تغذية خارجية لابد أن تكون الألبان التي بيتناولها الطفل أن تحتوي برضو على الكالسيوم الكافي لتقوية العظام. وبرضو عايزين نقول إن في قاعدة مهمة جدا جدا، إن الاحتياج اليومي من الكالسيوم للإنسان وخاصة في الأطفال وكبار السن بيوصل الى 1 جرام و200 1200 ملي جرام. 1200 ملي جرام دول لازم يوميا يصلوا الى داخل الجسم كالسيوم. كالسيوم. فبالتالي يعني تقريبا يا دكتور، يعني مثلا لو حددناها قد ايه لبن مثلا او بيض او جبن تقريبا، يعني تقريبا مثلا هل كوب مثلا كوب لبن، كوب لبن كامل في ال 1200 اذا كان في مساعده ببعض مثلا حاجات زي الزبادي او زي البيض او الجبن بصفه عامه او الطحينه او الاسماك، او كل ده بتحتوي على اللي لازم الكميه اللي قلنا عليها اللي هي 1200 ملي جرام يومي. طبعا في نقطة برضو مهمة جدا جدا، ان ال 1200 دول يحتاجوا ايضا الى فيتامين دي، فيتامين دال. فيتامين دال ده مهم جدا جدا جدا، لان ده اساسي في امتصاص الكالسيوم من الجهاز الهضمي الى الدورة الدموية. عشان بالتالي بعد كده يصل الى العظام. تمام. فبالتالي نقص فيتامين دال وسبحان الله المواد الغذائية التي تحتوي على الكالسيوم هي نفسها التي تحتوي على فيتامين دال. فبالتالي حرمان الطفل من اللبن، الزبادي، البيض، زي ما قلنا السمك، الكلام ده كله بيعني حرمانه من الكالسيوم ومن فيتامين د. تمام. طب دكتور، في بعض الامهات بتحرص ان تدي الطفل فيتامين د، فيتامين دوائي. ايوه تمام. برضو هل ده صح ولا غلط، وهل الاستمرار عليه لفتره طويله صح ولا غلط؟
هي طبعا بتحرص لسبب. اولا احنا عايزين نقول ايه، ان الكالسيوم او فيتامين د لو كان من مصادر طبيعيه يبقى ممتاز كويس. خلاص. وزي ما قلنا سواء كانت الام بقى اثناء مرحله الحمل بتاخد تتناول المواد الطبيعيه الغذائيه بكميه كافيه، او اثناء الرضاعه او هكذا. طيب فرضنا بقى ان الام اساسا بقى عندها هذه المشكله، هي نفس الام عندها نقص في الكالسيوم وفيتامين د، الحل ايه؟ الحل طبعا طبعا هتبتدي تبان اعراض بقى عند الطفل. فاحنا هنا بقى في هذه الحاله عند تشخيص المرض بندي للطفل فيتامين د في صوره زي ما قلنا يا اما اللي هو بنقول ايه، نقط فيتامين د، ده مهم جدا جدا. بتساعد دي بقى بتعوض نقص فيتامين د اللي موجود عند الام، طبعا بالاضافه للكالسيوم. يعني احنا بنضطر طبعا هنا في هذه الحاله ندي للطفل فيتامين د وكالسيوم لتعويض ما النقص اللي موجود عند الام. تمام. طب دكتور، هل يعني نقص هذه المواد والاغذيه في جسم الطفل وبالتالي نقص الكالسيوم، هل ممكن يؤدي الى هشاشه عند الطفل؟ هو يعني احنا بنقول ايه في البدايه ان الطفل حكايه الهشاشه عند الطفل دي نادره شويه، لكن يحصل الليونه. ايه الفرق بقى ما بين الليونه والهشاشه؟ تمام. الليونه او الليونه اللي هو ليونة او العظام. ليونه العظام بتاعنا نقص الكالسيوم، معدن الكالسيوم، وبالتالي معاه المغنيسيوم، لان معاه الفوسفور، الكالسيوم والفوسفور مع بعض مرتبطين ببعض قوي، فبالتالي نقص المعادن فقط بيعني ليونه العظام. تمام. اما هشاشه العظام فبتعني نقص المعادن ونقص الماده المكونه للعظم اللي هي بنقول عليها الماتريكس، اللي هي الماده الاساسيه بما تحتوي من بروتينات وتحتوي من عناصر اخرى. يبقى بالتالي الهشاشه دي حاجه اكبر من الليونه ومشاكلها اكتر من الليونه. وغالبا الهشاشه تظهر في السن المتاخر، في كبار السن والسيدات يعني بعد انقطاع الدوره غالبا النسبه الغالبه. اذا كان في اطفال عندهم بقى هشاشه دي حالات نادره، وقد تكون منها بعض الحالات اللي هي فيها عيوب في الجينات، فبالتالي طبعا ممكن تكون هنا الهشاشه. اما لين العظام فيعني نقص في المعادن فقط. تمام. طب دكتور، التقوس بقى وهو ناتج عن الليون، العلاج بتاعه بيبقى ازاي وامتى نبدا في علاج الطفل؟ لان الواحد اوقات بيشوف طفل عنده 3 سنين او 4 سنين اسال مثلا الام او الاب فيقول ده الدكتور قال سيبه هيتظبط لوحده. ده كلام تمام. مظبوط، ده كلام مظبوط. احنا البدايه طبعا ما فيش حاجه اسمها الطفل لسه ما بداش الحركه ونقول ان عنده ليونه. تمام. يعني مثلا احنا لغايه سن سنه، لغايه سن سنه الطفل يمر بمراحل. ففي البدايه طبعا هو بيتقلب على السرير، وبعدين بينزل بعد كده اذا اترك على الارض بيعمل اللي بنقول بيحبي، وبعدين يبتدي يقوم ويمسك في حاجه ويتحرك وهو ماسك، وبعدين اخر حاجه عند سن السنه المفروض انه بيمشي لوحده. اذا حصل بقى تاخر في هذه المراحل المختلفه في الحركه، فيها مثلا ما بداش بدا يحبي في فتره متاخره، او بدا يقف مش قادر يمشي في فتره متاخره او غيرها، طبعا هنا نشك ان بدات يحصل عنده ليونه. طيب بدا بعد كده يمشي بس متاخر، ما اتاخر عن السنه بقى عنده سنه سنه وثلاث شهور سنه ونص وبتاع، في الحاله زي دي التاخر في الحركه يعني في ليونه. بدا يمشي ولاحظنا ان ماشيته غير طبيعيه وفي تقوس في المشي مع الحركه، يبقى هنا برضو نشك في وجود اللي هو او حدوث ما يسمى بليونه العظام. اذا الموضوع مرتبط ب مواعيد حركته وهي غير اللي تتاخر عن الطبيعي، ثم ايضا اذا تحرك وان يكون في وضع غير طبيعي. تمام. ده كل ده بيشخص معانا طبعا. في بعد كده هو في فحوصات بنطلبها وفي تحاليل ممكن نطلبها اذا كنا هنعمل اشعه، كل ده بياكد تشخيص ليونه العظام. تمام. طب دكتور، الشمس، يمكن احنا الحمد لله مصر ربنا يعني انعم علينا بالشمس، الجو كان معتدل في طول السنه، والشمس الحمد لله في الصيف في الشتاء موجوده باستمرار برضو. تمام. أهمية التعرض الطفل للشمس، ويمكن في هنا بيوت في مصر ما بتعرضش ولادها للشمس بشكل كبير، وده من الأخطاء طبعا المهمة جدا. الشمس مهمة جدا جدا بالنسبة للأطفال الصغيرين، وخاصة الشمس اللي هي اللي فيها نسبة من الأشعة فوق البنفسجية العالية، اللي هي بنقول عليها في الصباح الباكر اللي هي الشمس بتاعة الساعة 10 الصبح، أو الشمس اللي هي بعد العصر. الوقت ده بيبقى الشمس هنا بتحتوي او في مصادرها في كميه من الاشعه البنفسجيه. هذه الاشعه مهمه جدا تعرض الطفل ليها، لانها بتحول الكوليسترول اللي موجود تحت الجلد الى فيتامين د، وبالتالي حرمان الطفل من التعرض للشمس بيعني ان انا بحرمه من مصدر من مصادر فيتامين د الطبيعيه. وبالتالي هذا الطفل وارد جدا جدا انه يتعرض الى حدوث ليونه العظام. تمام. معلومات مهمه جدا